سيبقى التاريخ المصري على يعني أبد الدهر يتذكر السيد الأستاذ عمرو موسى بما فعله في الثلاث أشهر الماضية الحقيقة، لأن احنا في وسط هذه الظروف وفي كل هذه الأمواج العاتية اللي بتحصل يستطيع عمرو موسى بحنكة سياسية وبخبرة دبلوماسية يستطيع أن يمر بمشروع الدستور في خلال الأيام السابقة إلى أن يبقى عندنا مشروع دستور لحد الوقت الحقيقة شكل زي ما يكون حصل سحر، مش شايفين حد معترض، مش شايفين أي فئة من الفئات بتتكلم بحاجة وحشة عن الدستور، مفيش مادة معينة الناس قادرة تمسك فيها، أكيد بذل فيه جهد كبير جدا، أكيد الوقت اللي عدى على عمرو بيه في خلال الأيام اللي فاتت ديت كان وقت عصيب جدا، أنا كنت بسمع إن هو ما كانش عنده دقيقة حتى يعني يتناول فيها فنجان قهوة مثلا أو أي حاجة، حجم المشكلات كان كبير جدا، الناس توقعت في وسط الوقت إن ده إحنا لا لسه بدري ولا مش هنلحق نخلص، إنما يستطيع في كل هذه الظروف أن يخرج بهذا المشروع اللي بيتحدث عليه كل الخبراء الدستوريين والقانونيين إن ده فعلا واحد من أفضل الدساتير في العالم كلها. أنا نفسي كمواطن مصري أستمع إلى السيد عمرو موسى إزاي الأيام دي عدت عليه، كيف كان يحلم قبل أن يبدأ في هذا المشروع الخطير، إيه الصعوبات اللي عدت في النص، أكيد في أوقات كان بيشعر فيها بالسعادة وأوقات بيشعر فيها بالإحباط، إنما بعد ما شاف كل هذا التقدير الرائع من مصر كلها بكل أطيافها بكل طوابقها ثم استمع إلى الكلمة الرائعة اللي شكروا فيها السيد رئيس الجمهورية، واللي أنا أعتقد إنها يعني فعلا يوم السبت الماضي وإحنا في الاحتفال مع السيد رئيس الجمهورية الكلمة اللي ألقاها عمرو بيه موسى أنا أعتقد إنها واحدة من أروع الكلمات اللي اتقالت، لأنها كانت صادقة معبرة بتغطي كل حاجة، ثم الترحيب اللي قاله السيد الرئيس والكلام الرائع اللي قاله على هذا الدستور، وهو رجل رئيس المحكمة الدستورية فأكيد أرى الدستور وشاف قد إيه بذل فيه من جهد. أنا متأكد بكلكم يعني مشتاقين لسماع عمرو بيه موسى، أنا بشكره جدا إن هو يعني قبل دعوتنا في وزارة الشباب، أعتقد إن ممكن نؤرخ إلى وزارة الشباب قبل زيارة عمرو بيه موسى وبعد زيارة عمرو بيه موسى، أعتقد ده يوم هيبقى تاريخي لشبابنا كله إن احنا نستقبل عمرو بيه موسى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الشاب وزير الشباب النشط الفاعل وأقدر له دعواته اللي حملتني إلى هنا، وأسف للتأخير إنما التأخير أنتوا عارفين أسبابه عندنا جميعا من الزحام الشديد، إنما المهم إنها بتنحل في الآخر، وإن شاء الله كل مشكلة هتنحل في الآخر، وحي يعني هناك أسباب كثيرة لدينا للتفاؤل. وأنا سعيد إني أشوف هنا في هذه القاعة الفسيحة أجيال متعاقبة من الصغار إلى الشباب إلى الكهول، أجيال كثيرة كلها مهتمة باللي حاصل في مصر، لأنه اللي حاصل في مصر غير مسبوق، ولا أمل من أن أستخدم الوصف الحقيقي للي حصل في مصر وهو الخلل. حصل في مصر خلل ضخم جدا وغير مسبوق، وربما لم يحدث منذ بداية مصر الدولة الحديثة أيام محمد علي سنة 1805 إلى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. إحنا بنجتمع النهاردة وفي هذه الفترة في إطار تنفيذ خارطة الطريق، في خارطة للمستقبل توافق عليها الناس في مصر في يوليو الماضي، اللي هي تبدأ بكتابة الدستور، الاستفتاء على الدستور، الانتخابات، وجود رئيس، وجود برلمان، وجود حكومة، وانتهاء الفترة الانتقالية بكل مؤسساتها، وبدأ فترة المستقرة الدائمة بكل مؤسساتها أيضا. فإحنا خلصنا الدستور وقدمناه لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية اطلع عليه، بحثه، متفق معاه تماما، وحدد وقت الاستفتاء وهو أقل من شهر من الآن. المفروض أن بعد كده في وقت محدد وإذا في خلال فترة محددة تبدأ الانتخابات سواء كانت برلمانية أو الرئاسية
ده ضيع وقت ان هنناقش طب دي احسن ولا دي احسن. انا من الناس اللي من المواطنين اللي شايفين البرلمان ياتي اولا لسبب واحد، ان احنا عندنا رئيس موجود المنصب ليس شاغرا، انما الشاغر هو البرلمان. ومع ذلك اذا لاسباب اخرى اسباب قد يراها رئيس الدوله قد يراها الدوله انه يسبقوا الرئاسية للبرلمانية فليكن. المسألة مش عايزة كثير من الاضطراب والرأي والخلاف. المهم نحن ننتهي في فترة الشهور المحددة في خارطة الطريق انه تنتهي المرحلة الانتقالية ونبدأ المرحلة الدائمة. عملنا كلفنا بوضع دستور، وضع الدستور كلفنا بعد الدستور في فترة محددة، وضع في خلال هذه الفترة المحددة بل الحقيقة قبلها سلم في يوم معين، سلم في اليوم المعين اليوم الذي عين، والدستور الاستفتاء تحدد. اذا نحن نسير فعلا على خارطة الطريق ننفذها. نعم هناك فوضى في البلد، في الشوارع، في الجامعات، اي نعم هناك نوع من الاضطراب التوتر، مش نوع من هناك اضطراب هناك توتر، انما ايضا هناك مجموعات بتشتغل وبتؤدي وبتقدم النتائج في وقتها. وده لا يتوقف فقط على لجنه الدستور، انما نعتقد انه في مؤسسات كثيره جدا في مصر بتشتغل ووزارات كثيره بتشتغل. يعني البلد ما هياش عطلانه، انما هناك قوى تحاول تعطلها وقوى مختلفه تحاول تعطلها، لان تعطيل مصر في مصالح مفاسدين كثيرين. انما المنصه تتقدم الى الامام يعني سيادة القانون، يعني سيادة الدولة، يعني انتظام الكل، يعني كل واحد يمشي في مكانه ويساهم في بناء البلد. مش كل واحد عايز انه يساهم في بناء البلد ولا يريد انه المسائل تتحرك بالنظام المعروف. مع الاسف الشديد ان هذه القوة يعني بلغت في نشر الفوضى، وبلغت في تحدي الاستقرار وتحدي الدولة. ولكن في النهاية طالما هناك قوى إيجابية بتعمل في مختلف مراحل الحياة في مصر، إذا القوى الإيجابية سوف تنتصر، سوف تنجح، وسوف تتقدم مصر. الدستور أنا واثق من أنه الكل أرى، يعني ما من أحد مثقف متعلم يدير القراءة أو يعرف القراءة إلا وقرأ الدستور. والدستور الحقيقة إنه دستور متقدم، وواضح إنه أخذ في اعتباره مصالح المصريين، مصالح مصر ومصالح المصريين، وعالج كل الأمور بما يجب أن تعالج بهم. ونحن في القرن الحادي والعشرين، نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، ويظل الدستور والقانون وكل ما تقوم عليه الحياة المصرية ضروري تكون متوافقة مع الزمن الذي نعيش فيه والمتطلبات اللي المواطن عايزها في تعليمه، في صحته، في عمله، في أمنه، في الأجيال اللي حتليه. كل هذه الأمور هي اللي الدستور أخذها في اعتباره. فسوف تجدون مثلا أن الحريات، حرية المواطن، حقوق المواطن، مصالح المواطن في باب يلي باب يلي باب علشان بينتهي إلى تنظيم الدولة. وأنا بتكلم عن القرن الحادي والعشرين، هذا لا يعني نحن لا نضع في اعتبارنا التراث المصري. ما بذل عليه المصريين من ايمان بدينهم او بأديانهم، التراث المصري كله من ثورات، من انتفاضات، من حركة تقدم، من حركة تمدن، من حركة ثقافة، من قوة ناعمة، كل ده اخذ في الاعتبار لما تقرأ المقدمة اللي بتشير الى الدولة منذ بدايتها. فذكرت اسم محمد علي كما ذكرت اسماء الزعماء اللي الحقيقة اثروا تأثيرا جذريا في الحياة المصرية واسهموا في تقدمها وليس في تخلفها. الحريات لأول مرة يعني
نص الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة، أن حرية الفكر والرأي مكفولة، أن حرية الإبداع الفني والأدب مكفولة، أن حرية البحث العلمي مكفولة، أن حماية الملكية الفكرية التزام على الدولة بقوانين وبلوائح حتى لا نضيع على مواطنين المفكرين المؤدين الفنانين إلى آخره حقوقهم فيما يبدعونه من أفكار. لما درست لجنة الخمسين أوضاع الشعب المصري، فمن الحقائق اللي يجب أن يعرفها الكل أن هناك أكثر من 10 مليون مصري معاق. إذن لابد للدستور أن يتعرض لحقوق المعاقين، وتعرضنا لحقوق المعاقين بما يحمي مصالحهم ويخلق بيئة صالحة لحياتهم و يطبق الحقوق اللي الدنيا كلها أقرتها من فرص في العمل، فرص في العلاج، فرص في التعامل وعدم التفرقة. لما اتكلمنا عن تشكيل الشعب المصري اتكلمنا عن حقوق المواطنة، أن المواطنين أمام القانون سواء، أن هناك مساواة بين كل المواطنين دون تفرقة على أي أساس كان، سواء كان هذا الأساس دين أو عقيدة أو فكر أو لون أو موقع جغرافي إلى آخره. فالحقيقة إنه هذا الدستور أكد ويعني اهتم جدا بأن يريد ويؤكد أن التفرقة ضرورة وأن المساواة هي الأساس والمواطنة هي الركن أو الحجر الأساسي في تركيب المجتمع. لما عالجنا موضوع المرأة عولج على أساس المساواة بين المرأة والرجل وعلى حق المرأة في أن تتولى المناصب العليا في الدولة والمناصب السياسية بما في ذلك مناصب القضاء، وده شيء جديد. هنا حرية المرأة، هنا حقوق المرأة، هنا تطور المرأة، لأنه المرأة 50% من المجتمع ولا يمكن لأي مجتمع أن يتطور وهو يسير على قدم واحدة، لابد على الاثنين. وهذا بوضوح وكان معنا من الأزهر أعضاء ومن المثقفين في الدين وفي الأديان كثر كلهم شاهدوا ده ليس إلا تطبيقا حقيقيا للشريعة الغراء اللي هي بتمثل كل أو بتتعامل مع الإنسانية كلها ولا تفرقة فيها بين المرأة والرجل. لما جينا للطفل، الطفل نص على رعايته وطرقها وحقوقه طبقا للاتفاقيات الدولية وللتراث المصري في رعاية الطفولة وفي التعليم وفي التربية، في التعليم وفي التربية اللي مسألة يجب أن نعود إليها بكل قوة. لما اتكلمنا عن التعليم اتكلمنا عن الجودة ومعايير الجودة العالمية. التعليم ليس مجرد شهادة، التعليم ليس مجرد فصول تتكبس بالطلبة أو بالطالبات، التعليم حق وحق في أن يعطى بدرجة جودة عالية، لأنه أيضا وجدنا وأنتم أظن كلنا متفقين على هذا أن السلعة المنتجة من التعليم النهاردة سلعة لا تستطيع أن تتنافس مع المتنافسين من خريجي الجامعات الأخرى غير المصرية برا مصر في قارات مختلفة حتى بما فيها أجزاء من القارة الإفريقية. إذن كان يجب أن الدستور يتحدث بقوة وبحزم وبعزم وبلغة واضحة وبإنذار للدولة بأن المجانية في مدارس الحكومة يجب أن تستمر وأن لا تستمر وحدها، وأن يجب ضمان الجودة، ويجب أن نعتني بالمعلم وأن نحترم المعلم ولا نجعله مجرد موظف ولكنه هو الذي يربي الأجيال يعلم الأجيال. إذا يجب العناية به. كل دي مواد موجودة في الدستور علشان يكون واضح أن الدستور اهتم بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمجتمع بحقوقه بحياته بتطوره. مش بس كده، قرر الدستور ألزم الدستور الدولة برفع نسبة الإسهام في الإنفاق على التعليم ليكون 4% من الدخل القومي، من الدخل
يعني مش من الميزانية إنما من مجموع الدخل. واثنين في المية للتعليم العالي، يعني 4% نسبة ما يخصص للتعليم العادي، واثنين في المية تخصص للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. تاني لو 1% دي فوق 20 ضعف مما كان يصرف على البحث العلمي، وكذلك في التعليم وكذلك في التعليم العالي نسب بتتضاعف، على أن تبدأ يبدأ تطبيق المعايير الدولية ابتداء من ميزانية 16-17، يبدأ من هذه الميزانية تدريجيا. ميزانية 16-2016-2017 يبدأ أن تطبق فيها المعايير الدولية، اللي إذا كان 9% 10% يبدأ أن تطبق 10% للتعليم، لأن هو ده الأساس في بناء الشاب المصري أو الإنسان المصري. لما نتكلم عن الرعاية الصحية وهي الباب الآخر أو الصفحة الأخرى من أهم ما يجب أن يتضمن الدستور بالنسبة للمواطنين، أيضا تم رفع النسبة إلى 6%. ليه؟ لأن العلاج والتأمين الصحي وطريقة تعامل المستشفيات مع المواطنين طريقة الحقيقة أدت إلى شكاوى عديدة، ومن ثم إلى هبوط نسبة العناية بالصحة. فتم النص على أن الصحة حق لكل المصريين، حق لكل المصريين، ولا بد من تأمين اجتماعي، ولا بد من تأمين صحي، ولا بد من تأمين صحي، ولا بد من تجريم إهمال الأطباء والمستشفيات في استقبال المواطنين، خصوصا في حالات الطوارئ والحالات المرضية الخطرة. ده نصوص موجودة في هذه المواد. ثم لما جينا نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، الاثنين سوا في سلة واحدة. نعم لابد من التنمية الاقتصادية، ولابد ان احنا نعمل جديا على رفع مستوى الدخل، رفع مستوى الانتاج، انما في توزيع لابد من ان ياخذ الفقير حصته، ياخذ المواطن حصته، وده بنص الدستور. لن يصبح مجرد قرار لحكومه او تتغير هذا القرار من هذه الحكومه الى تلك، ده بنص الدستور. لابد من التوزيع العادل في اطار العداله الاجتماعيه وتطبق القواعد الفلانيه 1-2-3. فيما يتعلق بالاقتصاد، الضرائب، الانتاج، الاستثمار، الاستهلاك، كل ده نص عليه لحمايه المستهلك، حمايه الاستثمار، ان الضرائب يجب ان يكون فيها عنصر العداله الاجتماعيه قائما، وفي ما يتعلق بطريقه حياه المصريين المتعلقه بالاقتصاد والملكيه، ان الملكيه حق للمصريين لا يصح المساس بها، ولا مصادرة الممتلكات، ولا وضعها تحت الحراسة، ولا إحداث الاضطراب فيها، وأن القضاء هو الحاسم وليس قرار فرد، ولكنه القضاء الذي يحسم فيما يتعلق بالملكية في حالة ما إذا كان هناك أي ادعاء بملكية معينة للحراسة أو للمصادرة. إنما المبدأ قاطع في أن الملكية يجب أن تحترم، سواء كانت ملكية عامة أو ملكية خاصة أو ملكية تعاونية، ويحمي القانون كل هذه الملكيات حتى يكون كل واحد مطمئن على ما لديه. في نفس الوقت الدستور كان واضحا وأرجو أن أطيعوا هذا الكلام ضد الفساد والإفساد وإحداث الاضطراب في حقوق الناس وملكياتهم وثروتهم. لما جينا للعمال والفلاحين واحنا بنتكلم على اساس لجنه او مجموعه من الناس بتكتب الدستور ولا تريد ان تغش المصريين، اتكلمنا وانا شخصيا اتكلمت مع زعماء الفلاحين وزعماء العمال، ايه هي المصالح الاساسيه التي تريدون ان يكون الدستور ان ينص عليها الدستور؟ هي 1-2-3-4. اذا احنا سوف نعمل على ان ينص الدستور على كل هذه الامور التي تعتبرونها مصالح اساسيه لكم. مثل في حاله الفلاحين، الفلاح بيشتكي من قائمه من الامور،
أولها المياه، اثنين الأسمدة، ثلاثة البذور، أربعة الدورة، الدورة الزراعية اللي ما كانتش مصحتش موجودة، خمسة دور المتناقص المتراجع للجمعيات الزراعية، ستة المحصول وعدم قدرتهم على بيعه بأسعار تحقق لهم هامش ربح، سبعة الديون اللي على الفلاح، سبع تمن نقط ورا بعض الدستور أخذها واحدة واحدة، منها أنه نص على أنه أن تشتري الدولة المحاصيل الأساسية وبسعر يحقق هامش ربح للفلاح. كده اللغة هكذا، وأظن تؤيد هذا الكلام، ولغة نراها تاني لأنها مادة مهمة. الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، تلتزم بتنمية الريف، الدولة تلتزم بمقتضى الدستور بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وبشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. هذا نص خطير للغاية، ونص يحقق مصلحة حقيقية محققة لكل فلاح. لما جينا إلى مناقشة العلاقة بين السياسة والدين، كنا في منتهى الوضوح، وانا بتكلم في منتهى الوضوح لان ده دستوركم، مش دستور بتاعي انا ولا بتاع واحده او اثنين او عشره، هو دستوركم. اولا يبدا الدستور بسم الله الرحمن الرحيم، وينص في مادته الاولى على ان مصر دوله عربيه تعمل على الوحده العربيه وهي جزء من العالم الاسلامي والقرن الافريقي والعالم الاسلامي. ثم الماده الثانيه تنص ان مصر اي ماده شهيره الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يعني بوضوح من أن مصر، أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية، ومصر جزء من العالم الإسلامي، إلى الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. إنما أخذ الدستور في الاعتبار شرائع غير المسلمين، فالمادة الثالثة التالية لها فورا مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ثم المادة سبعة عن الأزهر ودور الأزهر الشريف، هيئة إعلامية إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. يعني التوجه متوازن تماما في الناحية الدينية، نص عليها بوضوح، وكذلك ما يتعلق بشرائع غير المسلمين من أصحاب الأديان السماوية، ثم تحدث عن الأزهر، وفي الوقت نفسه اتكلم عن الحقوق والحريات كأفضل ما يكون أي فصل للحقوق والحريات في أي دستور في أي دولة. وبالتالي انتقل من هذا إلى الخدمات، وأنا شرحتها، من التعليم في الصحة في الطفل في المرأة في كل ما ذكرته لحضراتكم، علشان تكون الأمور أمام الكل المصريين الحقيقة تبقى واضحة. في حاجات كتير، مش يعني 247 مادة فيها علب الوقف، الوقف ما تنقلص. النص الثاني أن الدولة تلتزم بتشجيع نظام الوقف الخيري، الدولة تمنح حق النمو السياسي للناس الأجانب اللي بيناضلوا في البلدان، زي ما كانت مصر على الدوام الملجأ الكبير للساسة اللي بيظلموا في بلادهم أو بعض نضالهم. وعشان كده انتوا تذكروا أن معظم زعماء إفريقيا كانوا لاجئين في مصر، وكثير من زعماء آسيا كانوا لاجئين في مصر، وعدد من زعماء أوروبا كانوا لاجئين في مصر، وبعض الساسة في أمريكا اللاتينية كانوا لاجئين في مصر. ولذلك مصر
لها سمعة، لها رواء، لها بهاء عند في لدى ناس كتير جدا في مختلف القارات، لأنها لم تتخلى عنهم وقت ما كانوا ضعاف وساعدتهم. لما رجعوا أصبحوا هم رؤساء الدول، هم وزراء رؤساء الوزارات، هم وزراء الخارجية، إلى آخر هذا التاريخ المعروف لنا. أنا بعتقد أنه لو استمريت هقرأ لكم 247 مادة، وأنا أرى أنه ده يعني مناسب لكم قرأتوهم، أنا بس بركز على النقاط الأساسية والمواد الأساسية. إحنا بعد كده الاستفتاء قادم بقى يوم 14 و15، وإن شاء الله أنه هذا الاستفتاء أنا يعني لا لابد أتكلم في حاجة تانية، أتكلم في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، لأنه كان في نقاش في هذا وهناك تساؤلات. أنا يجب أتكلم ونحن في 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 هذا الجو المصري الصف أن هذه المواد درست ووضعت على أساس أين هي مصلحة مصر ومصلحة القوات المسلحة اليوم وغدا، ما هو في المصلحة اليوم وضع في المرحلة الانتقالية لفترات زمنية محددة، ما هو في المصلحة الشاملة لاستقرار البلد واستمرارها وضع في صلب الدستور، وكلها بلغة تم التصويت عليها بالإجماع، لأن يعني هناك رضاء كامل من الكل عن المواد الموجودة، رغم أن هناك عدد من الملاحظات هنا وهناك، إلا أن هذه الملاحظات يعني كثير منها لا يرى لها محلا. إنما على كل حال الأمور درست وضعت للتصويت، نقشت علنا واختلفنا عليها واتفقنا بعد ذلك، والأمور مشت سواء فيما، وده دليل على الجرأة اللي اتصفت بها لجنة الخمسين فيما يتعلق بالتعامل مع 50% عمال وفلاحين، فيما يتعلق مع النصوص الخاصة بالدين والسياسة، فيما يتعلق به إلى آخر هذه القائمة. أنا بأدعو الكل إلى قراءة الدستور، وألا يكتفي بقراءة عدد قليل، اقرأ كله من كل الأبواب الموجودة لكم، هتشعروا بفخر إن ده حيكون دستوركم اللي حيضبط حقوقكم و يكون وثيقة في ايديكم امام اي ظلم يقع على اي فرد او اي جماعة او اي فئة او طائفة. بعد هذا الاستفتاء في نص الشهر الجاي ان شاء الله هنتوجه الى الانتخابات، وانا عندي تفاؤل كبير انه نحن في مصر نستطيع ان نعدل الصورة، ان نعالج الخلل، وان يكون عنوان العمل بعد هذه الانتخابات الاستفتاء والانتخابات هو إعادة بناء مصر. وإعادة بناء مصر ده ما هوش سحر، لأن دول كثيرة أعادت بناء نفسها. لماذا إحنا ما نقدرش نعمل ده؟ هل يعني دول بتنجح وإحنا نفشل؟ ونفشل ليه؟ ده إحنا كنا دولة ناجحة طول عمرنا لولا أن بدأنا نسيء إدارة الأمور، واللي حصل في مصر كان نتيجة إساءة إدارة الأمور، مش نتيجة عدم وجود قمح ولا عدم وجود بنزين ولا عدم وجود إساءة إدارة الأمور. كل شيء ممكن يجي وكل شيء ممكن يوفر وينتج بحسن إدارة الأمور. نحن ما نريده هو حسن إدارة الأمور، وضروري يكون ده هو البداية في الدولة الجديدة اللي هتقوم إن شاء الله بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو الرئاسية والبرلمانية، والمهم مدى انتهاء الفترة الانتقالية اللي لابد تنتهي إن شاء الله في ظرف شهور كما تقرر في خارطة الطريق. الخطوة الأولى تمت، الخطوة الثانية حتتم في الموعد اللي حدده رئيس الجمهورية. أرجو لمصر التوفيق، أرجو لنا كمواطنين أن نوفق في أن نرفع مصر من هذا المكان.